أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة بأسلوب آخر، وهو قوله سبحانه رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق بين بلد والبلد؟ البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا، هذا البلد يبقى أجابه الله إلى الأولى فجعله بلدا وجعله آمنا أمنا عاما. لأن الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الإيه؟ أسباب الأمن فيه من مقومات حياة ومن عدم تفزيع قومه. فده أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان في أي أرض. فإبراهيم حينما جاء قال اجعل هذا اللي هو إيه؟ ما فيش بلد عشان يشير إليه إن هذا البلد، إنما هذا اللي هو المكان اللي أنا نزلت فيه، وادي وغير إيه زرع، ما فيش فيه شيء من مقومات اللي هي الحياة. يا رب أول حاجة اجعله بلد، وبلد آمن زي الأمن اللي أنت خلعه على الناس كلها، كل واحد آمن. لكن الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد، أي بعد أن صار إيه بلد خلاصين كائنا منه اجعله ايه امن. طب ما هي امن جات من الاولانية، قال لك لا هذا امن خاص بقى، امن ايه؟ امن خاص في غير هذا المكان. نقطع الشجر زي ما احنا عايزين ونصطاد زي ما احنا عايزين، انما ده البلد ده هيجعل ربنا الامن فيه منصب حتى على الشجر وحتى على الحيوان فلا يصاد، وحتى على فاعل الجريمة أقابله كده قاتل أبي وأنا يبقاله بالعرم ما جيش ناحيته لحد ما يطلع برا، بقى آمن فيه صاحب الجريمة، يبقى آمن خاص ولا لا؟ يبقى إذن دي دعاء وده دعاء. الأول دعاء أن يصير هذا المكان القفر بلدا، وبلد آمن أمن إيه؟ أمن عام زي الأمن اللي ربنا يجعله أمن. وما دام بلد قلنا هيبقى فيه توتر، وتوتر يعني أسباب الأمن موجودة فيه كلام. لكن الثاني قال له يا رب أنت جعلته بلد صحيح، ولذلك قلت هذا البلد اجعله آمن. طب ما الأمن جات هناك، قال لك لا ده أمن خاص، الأمن إيه؟ خاص. وإذ قال إبراهيم ربي، كلمة رب ملوش يا الله، أمال لك لا، لأن رب ده هو الخالق والمتولي التربية، ودي من ضمن المطلوبات بقى. الله عطاؤه تكليف، حيبقى يقول لي يقيم الصلاة، يعني اعطني من عطاء الربوبية ما يقوم حياة القائمين ليقيموا الصلاة. ربي اجعل هذا البلد آمنا، يبقى هذا البلد هي بعد أن صار إيه بلدا بالدعاء الأول، وآمنا أمن إيه أمن خاص. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نقول له طيب يا أخي، هو أجاب الأولى وجعلها بلدا وجعلها أمن عام، وجعلها أمن خاص ولا ما جعلهاش؟ أم قال لا، ما حصل، بيحصل فيها أشياء كثيرة، ما الناس مش أمن. طب ما آخر المواخر جهيمان لما دخل وروع الناس وروع الآمنين في الحرب، ما كانش آمن يا رب؟ نقول له اكتلف ده، اجعل هذا البلد آمنا. جعلا كونيا أم جعلا تكليفيا وشرعيا؟ في فرق بين الأمر الكوني اللي ما يتخلفش، ربنا جعل البلد ده آمن ما يحصلش فيه أي حاجة أبدا، إنما أمر تكليفي يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى آمن، يبقى أمر تكليفي، عرضة أن يطاع وعرضة أن إيه. ولذلك الناس لما جات الأشياء اللي حصلت في الحرم قال يا أخوانا ناقض قول الله إيه، ولم يروا أن جعلنا حرما إيه ومن دخله كان آمنا، واللي دخلوه ما بقوش آمنين، بقوا مفزعين والضرب بالنار ولا لا. نقول له أنت فاهم إن أمر كوني، الأمر الكوني لا يمكن أن يختلف فيه، لازم كان يحصل كده، إنما ده أمر إيه شرعي.
والامر الشرعي التكليفي عرضه ان الناس تطيعه وناس تعصيه على الاول. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ما جعلنا حرما امنا جعلنا يعني كلفنا. زي ما يجي الراجل مثلا بيوصي الوصيه لاولاده وهو شايف نفسه انه محتضر وحيموت، يا اولاد هذا بيت يكرم فيه من ايه دخله. دي مش كرمي، مش معنى ذلك انه لما يموت بقى كل اللي هيدخل يكرم، ده هو بيدي لهم ايه رغبته. يعني من احب امري ومن احب وصيتي يبقى يكرم من ايه، ومن الجائز ان واحد يرضى واحد ايه. ففرق بين الامر التكليفي والامر الايه، الذين تعرضوا لهذه المساله لم يفرقوا بينهما، لم يفرقوا بينهما. ما دام امر تكليفي يبقى عرضه ايه، ان يطاع وان يعصى. اذا ومن دخله كان امنا، اوعى تفتكر انها كان كينونه كونيه. من دخله كان امنا يعني امنوه، من دخل هذا البيت يا واد ايه يكرم. يبقى مش معنى ان هو مش هيحصل فيها الا الكلام، لا، ان احترمت الكلمه يبقى اكرم اللي دخله. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الله، ايه التنبؤات دي؟ ده لسه مكان محدش لاقيه وهاب ولا قعد فيه ولا اي حاجه. ايه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام؟ دي تنبؤات النيانات بيدينا مناعه ان هيحصل وتيجي في هذه. فيا رب جنبنا الزوبعه اللي هتيجي من مين؟ من عمرو بن الحي بعدين، بعد ابراهيم بقد ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يبقى برضه ايه بايه؟ من اعلامات نبوه ايه؟ نبوات ابراهيم. يجي واحد يقول لك يا اخي كيف يطلب ابراهيم وهو رسول من ربه ان يجنبه عباده الاصنام مع ان الرسل معصومين من هذه الايه؟ ام قال لك وهي العصمه تمنع ان الانسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ ما بيقول ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا. يبقى اذا المداومه فيه. طب ودي يعني عنده شك انه يمكن يحصل؟ قال يا اخي ربنا عرض القضيه القرانيه دي، وما كان الرسول قال ايه شويه، وما كان لنا ان نعود في ملتكم بعد ان ايه نجانا الله الا ان يشاء ربي شيئا. حيشاء انك تعود، يبقى طلقت القدره، ما اعودش بقى الزام عليا والضراعه الى المنعم حتى. مش معنى ذلك انه اداك دي ان تقول خلاص انتهت، لا، لا تزال في يده، لا تزال في ايه؟ في يده. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. كلمه ان نعبد الاصنام فيه صنم وفيه وثن. اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل انسان بشكل مش عارف ده صنم، حته حجر بس كده وفل كده يبقى اسمه ايه؟ وثن. ناس بقى قال لك حبوا يخرجوا من المأزق السؤال ده، وقال لك ده هو لان الكفر نوعين، نوع يعني شرك خفي وشرك ايه؟ جلي. الشرك الجلي هو الشرك بالله، والشرك الخفي ان الانسان يحترم الوسائط او يدي للوصله وللسبب فوق ايه؟ قال له برضه ابراهيم ما يصحش من الكفر. طب وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طب ما هم النجوم اللي هم مخاطبين بهذا الكلام عبدوا الاصنام. وبني الذين يصلون الى مرتبه الرساله والنبوه مثلي، ولا ما حدش من ذريه ابراهيم عبد صنم، وكل اللي عبدوا من غير ايه؟ من ذريه ابراهيم. جائز وايه؟ وجائز. وعلشان نعرف الامور ونسحبها على مطلق ابناء سواء كانوا رسل او غير رسل، نقول له لا، ده المساله دي مشروحه في مواطن اخرى. المواطن الاخرى لما الحق سبحانه وتعالى قال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن.
ابتلاه يعني اختبره بتكليفات، فجاء بالتكليفات على وجه الايه؟ التمام. فحينما جاء بالتكليفات على وجه التمام أمنه الله على أن يكون إيه؟ إماما. قال إني جاعلك للناس إيه؟ أنت مأمون على ذلك، لأنك لما تؤمر بأمر بإيه؟ في واحد ينفذ الأمر كده اسمه إيه؟ زي ما احنا نسميه كده في الريكوجنيشن كان يعني السلام، وفي واحد إيه؟ يؤديه بتمام. فما لم أداه بتمام بعد الابتلاء والاختبار ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما. الله، فكأن حيثية الجعل للإمامة من الله أن يوفي الإنسان مطلوب الله بدقة وإيه وأمانة. إذا كان ده دستور الله في الخلق يبقى لازم نتخلق بأخلاق الله، وبرضه ما نجعلش إمام في أي حاجة إلا إيه؟ إلا من يحسن، إلا من يحسن، مش كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كده، اللي يولي واحد في عمل وغيره أكفأ منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لأنه ده بيعمل فساد في الوجود، فساد في الوجود، والفساد اللي بيحصل في الوجود من أن وسد الأمر إلى غيره أهله. ليه؟ أم قال لك لأن كل إنسان يوسد أمره هو أهله لينفذ الأمور كما إيه؟ ما يجمعش حد، ما يبقاش أسوة كده للسوء، لأن الأسوة للسوء تعمل عدوى يتفشى السوء. إنما لما ما يحصلش ليه؟ هو الأولاد الصغار الذين نشأوا في السعودية بعد اللي سرق تتقطع إيده، بعد كده ما عرفوا الحكاية دي ايه اللي حصل، ما حدش يسرق، ولذلك كل السراق يبقوا من حتة تانية من أماكن أخرى. ليه؟ أم قال لك لأن في قضية أن الحق حينما يعطي جريمة عقوبة قاسية شوية مش إذن بأن تحمس، ده تمهيد أن لا تحمس. بيصعب دي ليه؟ علشان ايه؟ ما تحدثش. ولذلك لما يجي يقول لك بقى يا اخي الاسلام ده، يقول لك لا اكراع في الدين، وبعدين يجي لما واحد يسيب الدين ويمسكوه يقول لك نعدمه ولا نموته ولا بتاعه ولا لا حاجة. مثلا تقول له الله، هي دي تحسبه للاسلام ولا على الاسلام؟ ده تحسبه للاسلام، لان دي بتشجع الناس انهم يدخلوا ولا بتهيب الناس انهم يدخلوا؟ بتهيبهم انهم يدخلوا، يعني بقول له رد بالك قبل ما تؤمن، انا هقول لك على الحكاية، ان دخلت عندنا وحصل منك كده هيحصل كده. يبقى يعمل ايه؟ يدرس ويدخل على يقين، ما يدخلش كده يقول له رد بالك انك انت دخلت الاسلام لو خرجت منه هنعمل في كذا وكذا هنقتلك. يبقى قبل ما يدخل يعمل حسابه ولا لا؟ يبقى دي هيبت من الاسلام ولا جرأت على الاسلام؟ هيبت، عشان كل واحد يدخل على ايه؟ على بصيرة، انا ومن الايه؟ انا ومن اتبعني. ما بقول لي يا سيدي ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. لا، كنا بنتكلم على فتى إبراهيم، إن القضية مبتوتة في الذرية وبنية أن نعبد الأصنام. يقول له إبراهيم حينما ابتلاه الله بالكلمات فأتمها جعله للناس إماما. آدي معنى إن إحنا لما نولي واحد عمل ما نوليش إلا بعد تجربة وإيه؟ واختبار، ويكون مأمون على مصالح الناس. هذه واحدة. الأمر الثاني لما قال له إمام، إبراهيم استشرف أن تكون هذه الإمامية في ذريته. قال أي إبراهيم ومن ذريتي. ماذا قال الله ردا عليه؟ لا ينال عهد الظالمين. تبقى إذن يجب أن نفهم أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم، إنما هي بنوة اتباع واقتداء.
الله. ولذلك حيقول للنوح لا تسألني ما ليس لك به ايه. قال له ابن من اهلي؟ قال له لا، هو انت اهلك بتوع الدم ومن اهلك اهل الاتباع. ده النبي مسك سلمان وهو من فارس مش عربي، وقال سلمان منا اهل البيت، مش بس مسلم، لا ده من اهل البيت. الله، يبقى اذا قال له ومن ذريتي، قال لا ينال عهد ايه الصالحين. ليه؟ لأن بنوة الأنبياء بنوة إيه؟ اتباع، مش افتراع فرع منه، لا يا أخوة، ده بنوة الإيه؟ اتباع. سيدنا إبراهيم خد الدرس، ما هو كل ما بياخد حكم بإيه؟ بيؤديه تمام. فلما طلب إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا المكان من الثمرات، قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات. ام بص الحكايه اللي فاتت، قال له من امن يا رب؟ اللي امن يا سلام. فربنا رد رد اخر، مربي مربي، لا انت خلطت بين امرين، انت خلطت بين عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه. لأن عطاء الربوبية يأتي للكافر وللمؤمن الاثنين. فتقول لي ومن آمن لا يرزق أهله من الثمرات أيا كان، لأن ده عطاء مين؟ عطاء ربوبية، والشمس بتطلع على ده وده، والمطر بينزل على ده وده، وكل عطاء الربوبية. إنما عطاء الألوهية خاص به إيه؟ خاص به من إيه؟ بقى إذا الاحتياط لما قال له لا ينال عهد الظالمين، قال له من آمن؟ قال له لا، دي سكة ودي سكة. ومن كفر فأمتعه، بس ما قالش أمتعه، قال له أمتعه قليل يعني. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله، من اللي أضل؟ الأصنام. طب الاصنام ملهاش لا كلام ولا حديث ولا قالت لحد ايه؟ القائمين على امرها بدعوى ان لها الوهيه، وان لها الوهيه ولا لهاش تكليف. الصنم ما قال لهمش اعملوا كذا ولا تعملوش كذا، ولا قال لهم؟ ما حصلش. طب يبقى ده حلو، ده قوي لما يجي كده من غير تكليف كده ويسيبنا على رب شاء، يبقى حلو قوي. يبقى بهذا، اي بعدم وجود التكليف من الاصنام، اضل الناس. قال لك اله ودين بدون تكليف، ده حلو قوي. ولذلك احنا قلنا كل الذين يعني يعملوا خزعبلات ويجيبوا حواليهم ناس، بيجيبوا لهم الناس ليه وان كانوا مثقفين؟ لانه بيقول له تحليلات، تقول له لا مفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع. يبقى الراجل ارضى نفسه بان ده دين، وده فهم جديد في الدين، وارضى نفسه بانه رايح نفسه من تبعات التكليف. ربي انهن اضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني يا سلام فانك غفور رحيم. تعقيبات في مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان، مرة يعقبها الحق العزيز الحكيم، ومرة يعقبها الغفور الرحيم. قال لك لأن الجرائم بتختلف، ففيه جريمة اسمها الخيانة العظمى أو جريمة القمة، اللي يدعي انه إله ويعمل مش عارف ايه، وفيه جريمة تانية. ففي مسألة سيدنا عيسى ان تعذبه، هناك لما قال ايه؟ واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال ايه؟ ماذا قال؟ ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم من نفسي. طب وايه بعدين؟ وايه اللي يحصل تاني؟ ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك العزيز الحكيم. بعد العذاب العزيز، لان دي عمليه قمه. فطب وايه عزيز حكيم تناسب؟ ما هي برضه بعض الناس اللي بيستدركوا على القران يقول لك هو الموقف مناسب عزه وحكمه، ده الموقف مناسب ايه؟ مغفره ورحمه.
إن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك يبقى في غير القرآن غفور رحيم. دي المناسبة يعني نقول له لا، ده دليل على أن الجريمة مش بس يعاقب عليها ربنا، ده البشر المؤمنين بالله إن ملكوا أن يعاقبوا يعاقبوا عليها. فإذا غفر لهم يقولون لا يا رب ما لكش حق كلهم ده أولاد إيه مش عارف إيه، لكن ربنا لأنه عزيز ما حدش وحكيم ما حدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه، كانه عمل المساله المنطق ما ايه ما يجيبهاش. طب والمنطق ما يجيبهاش مين؟ اما قال لك الناس الغيرانين على وحدانيه الله، بس ساعه ما يشوف الناس عملوا كده يقول لك احرقهم ولا اعملهم، يقول لك لا لانه عزيز حكيم بقى ما حدش يقدر يقول له ايه، ما حدش يقدر يقول له حاجه. يبقى هناك مناسب عزه وايه وحلم وفر الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ذات الصفات مناسبة للمقدمات الصدرية في الآية تعطينا إن القرآن من لدن حكيم خبير، واللي ربنا أوحال القرآن سنقرئك فلا تنسى. إيه اللي يخليه يجي في الآية دي والغفور الرحيم إيه؟ وفي الآية دي عزيز حكيم مع أن السياق المعنوي كده يعني، طب ايه اللي يخليهم تعدوا نعمة الله لا تحصوها إيه؟ وان الانسان لظلوم كفار وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان ايه الله. ايه اللي يخلي الحكاية دي تيجي ازاي؟ ده تيجي زمان سنقرئك فلا ايه فلا تنسى، ان هذه تذكرة. اهي اهي ان هذه تذكرة. تقراها ازاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكر تيجي ان كنت بتقرا هناك بقى بس. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب بعدها إيه؟ إن كنت بتقرأ في سورة كذا تقول إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم من سورة الإيه؟ المزمزم. لا المزمزم. كويس كده؟ الله. يبقى إذا نشوف إن هذه تذكرة مرة تتقري إيه؟ فمن شاء ذكر. هذه آية. إن هذه تذكرة فمن شاء برضو فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه سبيلا. طب اتخذ إلى ربه سبيلا هتقرأها إيه؟ سورة المزمل. إن ربك يعلم أنك تقوم إيه أدنى في سورة هل أتى. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي يخليه يديهم يديهم مسألة مش بتعصب أن سنقرئك فلا إيه فلا إن الأبرار لفي نعيم. طب حيقرا اقول له كده، ولذلك لما تحب تمتحن واحد بقى تجيب له الحاجات تقول له قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الابرار لفي نعيم. يقول لك ايه؟ يقول لك انت عايزها بقى على ترتيب النزول ولا ان الابرار لفي نعيم ان الفجار لفي جحيم ولا الابرار لفي نعيم على الارائك ايه؟ ينظروا هناك كتير حاجات كتير وفكروا فيها تلاقوها حاجات عجيبه، والنبي ازاي بقى ينزل عليه الوحي دلوقتي وبعدين يقرا الايات يطلع دي الايه ودي الحياة. ازاي تيجي دي؟ ما تجيش ابدا الا اذا كان سنقرؤك فلا ايه؟ فلا تنسى. ربنا اني اسكنت من ذريتي. اهو شوف هناك لك ربي نداء واحد. انما اسكنت بقى من ذريتي بقوا كبيرة كتير. يعني كان عطفك على واحد بقى هيبقى عطفك على الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الله كلمة أسكنت السكون والاطمئنان إلى مكان بدون تحرك فيه. وبنسمي حاجتين اثنين سكن، اللي هو البيت اللي بيسكن فيه واطمئن فيه بعد كتح النهار، والزوجة التي يأنس إليها الإنسان. اثنين سكن أسكنت يعني معناها أنني جعلتهم مترطمين في هذا المكان. كلمة أسكنت تدل على أن مقومات السكنة لازم تكون موجودة. والوادي غير ذي زرع. بواد غير ذي زرع. طب إيه الإغراء في دي بقى؟ أم أنا عند بيتك المحرم؟ الله يبقى كلمة إيه؟ العقبة الأولانية وادي غير زرع ويجيب ناس يقعدوا فيه. قال ما أصله عند بيت المعلم ما دام عند بيت الله المحرم تبقى إيه؟ تبقى لازم هتجي له بركة وهتجي له مش عارف إيه وهتجي له إيه. وربنا ليقيموا الصلاة. الله
إذن فأصول التوطنات مش يجب أن تكون توفير مقومات حياة ولا طرف حياة. لازم المقومات دي تكون أتعينني على ديني أو لا تعينني على ديني. الذي يهاجر من بلد إلى بلد يقول لي أنت مهاجر إيه؟ عشان إيه؟ لازم تطمئن على سلام دينك. أهناك تستطيع أن تؤدي أمور دينك بدوني؟ إن ما كانش تبقى مش نفع. يبقى لازم دي تطبيق دي. فساد الناس بيجي منين؟ من إنه بينظر إلى جزئية معوضة. يفقد جزئية غير معوضة. وجزئية موقوتة. وجزئية ثانية غير موقوتة. وبتضطرهم ظروفهم وأحداث الحياة التي تحيط بهم إنهم هم ما يقدروش يوازنوا بين حياتهم الإيمانية وحياة الإيه؟ البيئات. فبده يخلع نفسه مما كسب طيلة مدة اقترابه ولا تجيلوش البلاوي اللي بتحصل دي. يبقى عنده مثلا ولد وعنده مثلا بنت. يا اخي الولد الذكر بيبقى محتمل ان واحد يتجوز له بنت من هناك ازاي؟ انه طب البنت بقى نعمل فيها ايه؟ ساعة ما يشوف بنته كده كبرت وابتدت تشتغل ثم يرى البنات اللي حواليه في الجنس اللي عايش فيه اللي بيبقى لها مثلا حبيب وعايزين يدخلوا البيت وتطلع وياه وتروح وياه من جنة الراجل. بقوا يجيبوا بناتهم يقول لك انا عايز اطلع من كل ما اكتسبت ولا تحصلش الايه؟ ولا تحصلش الحكاية دي. يبقى عندما يتكلم محمد هي اللي خلت ايه؟ شغف الحياة هنا وايه؟ محتمل وايه؟ ويقبل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غير صاحب زرع. الله. طب واد مش مزروع؟ أم قال لك مش مزروع دي عرضة من اللي يستصلحه فيزرع زي اللي بنستصلحه دلوقتي. إنما أصل دي حتة حجارة كلها فحش هذا. يبقى غير ذي زرع يعني ايه؟ مش هنيجي نستصلحه. يبقى مفيش امل اننا نجيب منه حاجه. ما يمكنش. بواد غير ايه؟ ذي زرع. وده المقوم بتاع الحياه. طب انت طب ليه؟ نسي المقوم الثاني. ده المقوم الاول هو الايه؟ الميه. مقومات الحياه كما قلنا ايه؟ الهواء والماء والقوت. طب هو ماسك الهواء طيب. وجيب الزرع ونسي الميه. قال لك اصل دي اماكن بيجي فيها سيول وبيجي فيها مطر وبيجي فيها عيون بتتفجر وبتاع وحاجات زي دي. انما اذا تفجرت العين في صقر يجي منين؟ يجي الزرع. يجي الزرع. يبقى ما قالش بواد غير مزروع لانه عرض ان يزرع. والى لقاء اخر ان شاء الله.